بها صوتا ملت الملت أطوراي خبر زعمه. مش كنت يا خاني يا خابيتي أولي. على بقيت من الجريش. إذا تشدد بها صوتا. بالليل بس وجلوك بفكت في جنات الضيئة. إبديا وشليتاني يحمد على بابا وشبه نباني الشيء. آمين. Thank you.
كتاب القديس بياتيك أتحت وخدك يعني جاء كتاب القدس محكيت قالات نوشي بالخوف أرى بلغت الجمال تنخيل في تريشة قدريت خلقواريوتا بدقاريوتا وبشقيتن أن كتاب قديش فاضاني اللي بيشيوتن مدويل إيوالا قد دائما قوك دائما قل بحثكار قديش فاضيك على ديوتن بسانا لك كبيرا أن يارين أن تقرقن أمريتن شو إيه شو اللي كما شوتا لهجوري لقاشري في غمسمي قبوليتن في المجمعة بإيتا والهواية إيوالا راضي وخدمتي وما ظن أن بيته كل القراية وقاشوق كتاب القديس المألوفة الجوانفة والمكروزة المشهودة كل ناشي وواجب دورهم يعني فرق في خدمة شريتنا خدمة بوليتنا طعنيتن زبونة مرية مسكينة هيش صبر يعني دار بنيتنا تسليت وصبر يعني قد يبغون بوليتن لون أن بخاريوتا وبرازويتا يعني كدوتا لخام نوهم قولي حرفيهم وديري وشيعة بلا لا تزويتا وبيوتا هدخل هيا في المرش إيش القبليوتا نعم وبيوتا خريوتا خم جرقة المليوتا خفي وحياة كلفتوهم يالوهم مزدوهم جيرانوهم بكل يمكان دوشيعة لقوادا قاجانوهم دانا طيسين أهم تلتشوتن خانيشا الباشخانيشا ناشقيني وشكريوتن خاكرية وقسفة دنشيحة وبتقوليتن الخالي ما هي بالدار اللي غانو قبتن ايشك نعم وبعد ربطة خاموليتن توربيتة بإيسة دنشيحة من كل البوغن أرض الواقع يتن سستانين يلقان الكتاب القديشة Yeah.
اتخذتها وبحسب المقدار قالوا لنا انها ما تنقي قاشي جدا قايمه كلها كما نمدح هذه الدنيا وانها خاسرة اخو ما كان قال لي بقولتي ومجاني وهو يمشي هذا خدمة تقويتها مدة الشموس يوتر كل شهر وأخذ تقاطعها ذكرت تنسبيتين داخل شموس يوتر من الخريطة صغيرة مكتبة على بحبة صفانة بل لو صان سمتها بل ما تبدي وأخذ تقاطع باشي وصدقاته وأخذ تبدي مكتبة فقرة ضد قانا من قد يحتضن أن الطاقة اسمك مرميلة إلى زمان تطرق الطاقة عن طرق الشعب تسوق التعفوف عن الطاقة الوحيدة عن طرق تفتش ميلاد الأركاب إن إيه قوز الحلاق إذا كنت تشلاب وجد يوغش أخذ ثمنك إلا هذا جبت شبور كبير وأخذي كيف شبت شدارة وكبير في الجا وما نبدأ بورا لنشور في اليوم كل ما يعطي الله آلاها كحبة
قاعد ثرستويتا قاعد تويتا شمت بابا شمت برونا شمت روح القدشة اديو بصباري وحل أبدي وتمريك Die Wiedersehen der Abhütung, die Wiedersehen der Abhütung, die Wiedersehen der Abhütung,
broeders in de gemeenschap God Christus zegen toe. Dat de gewata van Jamaa die men hebt aan de huid. Ja, beste mensen, ik ben Rick van den Bos van Romeinen 88. Ik ben katholiek priester en ik kan hier de katholieke diensten de zondagen volgen. Anna Kakasha is een katholiek in Boerenkini, en Achani Gadehe is een Jamaat katholiek, Achani de Sultan Kosha. Ik voel mij niet als een officieel vertegenwoordiger van de katholieke kerk. Ik ben hier in de eerste plaats als goede vriend van Israël. Anna Tivna Khani Deuga is met Ita Katholieke Kerkia, maar Anna Tivna Khani was van de Hasulta, maar gaat van de Zama Schaafen en Israël. Ik ben in, ik zou zeggen, in ecumenische geest, waar wij als christenen elkaar willen bemoedigen en ondersteunen. Enkele jaren geleden heb ik Israël leren kennen. Deze was hij een bisdienaar, later is hij lector geworden en vervolgens is hij theologie gaan studeren met de bedoeling in een geloofsgemeenschap voorganger, predikant te kunnen worden. Wanneer Israël kent dat, de gezwet eta, zit een shamash uta, waar Israël van de tweede theoloog, de ene paas katana, de hebben shahita bij de hele jamaat Israël. Ik heb altijd heel veel waardering gehad en nog voor Israël. De bieren daar, ik ga er lachen, waar is het nou in te? Ik heb mij gevraagd als een overtuigd christen, gelovige. En ik ben er ook van overtuigd dat onze geloofsgemeenschap, of het nu de katholieke of de Assyrische of welke geloofsgemeenschap ook is, dat wij allemaal behoefte hebben aan overtuigd gelovige voorgangers die bereid zijn dit geloof, de evangelie, de Bijbel, te bestuderen om het zo zinvol en duidelijk mogelijk aan de geïnteresseerde geloofsgemeenschap te kunnen أنا اتهمت إيريلا أخني أن الدموخني ناغلش القشويتا أولي هاي بيني إيوانجالي قاروخلا فهموخلا لت أير من كاتوليكويتا ين أخرى ين سرايخي جزر الشيحاي يهي من قلت الشيحر ما يدخل أن سراي إيتن تيمتيني كجماعاتي خبر من الشيحر نبقل السحيدة ويقدر كل شاولي ويقلب مغداري يومنا جماعاتي إيريلا أمرتي Ik wil dan bij deze gelegenheid zowel Israël als de geloofsgemeenschap waarin hij als voorganger zal fungeren, het allerbeste toewensen. En ik wil dat ook met een gebedje doen. En je bent naar die Abu Nasrai, Jabin die Tawa, Skila, met de Rukhulala, met de Jogen, met de Aoudla, waar ik in de gast op de Kassa, Jabin. We maken het even stil. En plaats ons bewust voor Gods aanschijn. Heer God, gij blijft mensen roepen om in het spoor van uw zoon Jezus voorganger te zijn, uw woord te spreken en laat dat woord te leven. Wij worden geroepen om voor elkaar levende tekenen te zijn van uw liefde, de liefde waarin Jezus ons is voorgegaan. Wij bidden u, Heer God, zegen Israël, zegen zijn gezin, zegen zijn geloofsgemeenschap, zegen zijn toekomst. Schenk hem de kracht van uw geest en laat hem groeien in geloof, in liefde, in dienstbaarheid, in vredelievendheid, in al deze waardevolle houdingen waardoor een mens zijn eigen vrijheid overstijgt.
zegen hem met de kracht van uw geest, opdat ook u hem, mede door zijn arbeid en inzet, mogen groeien midden onder ons, en opdat uw liefde eens alles in allen mogen zijn. We vragen het u in Jezus naam. Thank you.
Yeah.
duidelijk. Laten we eens voorlezen. Dat we het binnen met in een paar. Als iemand opmerkt dat Israël aan deze dingen niet voldoet, laat hij zijn rust komen. En ga naar je dag met over dit hier. Wil je daarmee? Dan ga je daar in de achter. Bij ons is duidelijk. هذه قول خبر
بيتران بيت أحفاد بيت أحلام المبدا كل عربيا بريقا قدر تجون صابتي تغير ليال قصيدة وقتشي تغير المهان سر البيت كان ليل التجوري صفاي داخل التجد الخيط الشيخ لا بالتازة الطيرة ولما يعيما ونافذ الديوان قابل حقا على صفانات الجاز من شاف فلان عن القاشة ينو واجبي لواجب يعني فرضي لأقصى بس الصفاي غويال الدام عند الفراء كنا في القاشر قشر How